مفهوم الطبقة أصلاً مربوط بعلاقتك بوسائل الإنتاج، مش مربوط بعلاقتك بالاستهلاك أصلاً طبعاً. لكن لما اتغسلت دماغاتنا في سياق العولمة إياها والمجتمعات البشرية من نسيج واحد يا راجل، وانت تنفع تبقى أمريكا وتنفع تبقى فرنسا وإلى ذلك من الخزعبلات، لأن الجغرافيا ما بتتشابهش خالص والشعوب ما بتتشابهش وما بنتقبلش في حتة تانية، ومستحيل مستحيل تتطابق، ماشي. فطاقت في دماغ ناس كده أن قيمتك في المجتمع هي ما تستهلكه مش ما تنتجه، ودي أول كارثة. اتنين، الطبقة المتوسطة المصرية، وأنا متأسف اللي حقوله، اللي عايز يزعل يزعل، احنا وصلنا يعني احنا وصلنا لمراحل ما تنفعش انك تبقى طموحاتك فوق امكانياتك بسبع سماوات. ازاي؟ هو افتكر نفسه غني. ازاي تبقى حضرتك عايش في الحياة بطموحات مواطن؟ يا ريت المواطن الخليجي، ده المواطن الخليجي اكثر تواضعا يا راجل في طموحاته يعني وفي استهلاكه، راجل رشيد يعني. انت ايه اللي انت عملته في نفسك ده؟ ثم في النهاية بتطالب الحكومة انها تدفع لك الفرق. ازاي؟ طب منين؟ طب انت دافع ضرائب؟ لا. خلينا بس نتكلم عادل. لا، ما انتش دافع ضرائب ومتهرب من الضرائب، والمجتمع الضريبي غير مكتمل حتى هذه اللحظة. وكلما جاء الحديث عن ضرائب عقارية، شفت العقارات قد ايه واللي مقفول منها قد ايه؟ راجعوا بقى ارقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.